This preview is for evaluation and cannot be used for public screening. التي لا تزال تمثل مجالا غنيا للبحث والتفكر والتعلم. ومنذ فجر الإنسانية ونحن نعتبر السماء والأرض هما المختبر الكبير الذي تبحث كل الحضارات فيه وتسعى لمعرفة المزيد. ولقد قامت كل الحضارات العظيمة على مر العصور ونهضت على العلم والتفكر والتساؤل. وحين نذكر النهضة والحضارة على مر التاريخ لا بد من ذكر الحضارة الإسلامية ومساهمتها في كل العلوم الإنسانية والعلمية على السواء. فالإسلام هو دين التفكر وإعمال العقل وليس لإعجاز العقل. قامت النهضة الإسلامية على أيدي مجموعة من ألمع العلماء والدارسين، وتفوق العلماء المسلمون في شتى المجالات. واليوم نذكر ملمحا بسيطا من ملامح تطور وتقدم العلماء المسلمين في معدات الإبحار والفلك. من أشهر المعدات الفلكية التي تطورت وشهدت دقة بالغة ومتقنة في عصر العلماء المسلمين هي الأسترلاب. الأسترلاب هو اسم أطلق على عدة آلات فلكية، وقد أطلق عليه العرب ذات الصفائح، واستخدمت لقياس ارتفاع الشمس أو جرم سماوي، وبالتالي استطعنا تحديد عدد الساعات التي انقضت من الليل أو النهار، وترى عليها خريطة البروج ومواقعها. ولقد حلت به الكثير من المسائل التي لها صلة بعلم الفلك، كما يصلح إلى جانب ذلك لأداء أعمال تتعلق بالمساحة كحساب بعد المكان الذي يتعذر الوصول إليه لارتفاعه أو لعمقه كالبئر مثلا. والأسترلاب هو إسقاط للسماء على مجموعة من الصفائح دائرية الشكل، حيث إنه يمكن من يستخدمه من تحديد الكثير من المعلومات عن الشمس والأجرام السماوية وتحديد الوقت واليوم والكثير من الاستخدامات التي صنفها الخوارزمي في كتابه استخدام الأسترلاب إلى أكثر من 1000 استخدام. إنه حقا يعتبر كحاسب آلي قديم نسبيا. الأسترلاب مكون من عدة أجزاء هي كما يلي: أولا الحلقة، وهو الجزء الذي يحمل الأسترلاب منه بحيث يسمح بوضع الأسترلاب قائما بالنسبة للأرض. ثانيا العروة والكرسي، وهما يشكلان القطعة التي تصل الحلقة بجسم الأسترلاب، وعادة ما يكتب عليها زخارف أو نقوش تعبيرية تدل على زمان أو مكان الصنع. ثالثا الصفيحة الأم، وهي التي يظهر عليها من الجهة الخلفية المعلومات المرجعية التي يبدأ بها المستخدم في استعمال الأسترلاب كالسمت وخط الأفق، خط الاستواء والدوائر المرجعية، وهي دائرة الأفق المقسمة إلى 360 درجة لتحديد ارتفاع أو انخفاض أي شيء عن مستوى الأفق الخاص بالمستخدم. دائرة الشهور المقسمة على الدائرة كاملة فهي سنة كاملة، وكل درجة من الدرجات تعبر عن يوم، وتختلف الشهور بعدد أيامها بين 31 يوما والثمانية والعشرين يوما. دائرة البروج، وهي تظهر لنا البروج وتبدأ من الحمل ثم الثور، التوأمان، العذراء، الأسد، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. وكل برج مقسم إلى 30 درجة. ولنلاحظ بداية الأبراج بالحمل يوم 21 من مارس
وهو مطابق لخط الاستواء أو كما اجتمع عليه الفلكيون بالاعتدال الربيعي، بمعنى عبور الشمس على خط الاستواء بحيث تتساوى ساعات الليل والنهار، وهو ما يحدث أيضا في الاعتدال الخريفي يوم 23 من سبتمبر. رابعا المؤشر، وهو المؤشر الذي يستخدم في الإشارة إلى الجرم السماوي، وأيضا يتم من خلاله تحديد التاريخ والبرج. خامسا الجهة الأمامية للأسترلاب، تظهر على الصفيحة الأم من الجهة الأمامية خطوط العرض وخط الأفق وخط الزوال، وكذلك يظهر عليها في المنتصف النجم القطبي والسمت. والملحوظة المهمة هي أن الأسترلاب يتم تصنيعه وتخطيط كل هذه المعلومات عليه ليستخدم في مكان أو مدينة معينة، فهو لا يصلح لكل الأماكن، وذلك بتخطيط خط العرض الذي يقع عليه هذا المكان ومكان النجم القطبي بالنسبة له، على أن يكون دائما النجم القطبي هو مركز الدوران. فمثلا في مصر النجم القطبي بالنسبة لها هو خط عرض 30 درجة شمالا، وهكذا مع كل مدينة أو بلد. سادسا صفيحة العنكبوت، وتظهر عليها مجموعة من النجوم المعروفة والكوكبات النجمية الشهيرة والتي ترتبط بالقبة السماوية التي تظهر في هذا المكان. سابعا المؤشر، هو المؤشر الذي يستخدم في حساب الوقت ومجموعة كبيرة من المعلومات الفلكية ذات الصلة بالنجوم والأجرام السماوية. الآن دعونا نقوم بتجربة عملية لواحد من الراصدين، حيث يقف في القاهرة ليلا وليس معه إلا الأسترلاب. إنه سوف يختار نجما من النجوم الظاهرة له في السماء والتي يعرفها ويعرف اسمها ومجموعتها الشمسية، فمثلا نجم النسر الطائر، ويحدد ارتفاعها عن طريق المؤشر في ظهر الأسترلاب. لقد وجد أنه على ارتفاع 68 درجة، وباستخدام تاريخ اليوم مثلا 16 من أغسطس، وهذا يعني إذا ما استخدمنا المؤشر لمعرفة البرج واليوم الخاص بالبرج، فسوف نجد أننا في اليوم 23 من برج الأسد. علينا أن نأخذ هذه المعلومات ثم ننتقل إلى واجهة الأسترلاب لنحدد النجم على صفيحة العنكبوت، ثم نحركها حتى تصل لنفس الارتفاع وهو 68 درجة، ثم أحدد مكان الشمس والتي استخرجنا وجودها في برج الأسد يوم 23. هنا نثبت المؤشر عند يوم 23 من برج الأسد، والذي يتدرج في دائرة البروج الموجودة على صفيحة العنكبوت، فنجد أن الشمس تحت خط الأفق أي غائبة، أو بمعنى آخر في الليل في الساعة 9:20. هذه مجرد بداية، فالأسترلاب كما ذكرنا له العديد من الاستخدامات، وقد قام العرب بالعديد من التعديلات عليه وتدقيق طريقة الحسابات عليه. ومن أشهر العلماء الذين أجادوا استخدامه وطوروه هم أبو إسحاق الفزاري، وهو أول من صنع الأسترلاب في الدولة الإسلامية، أبو حامد أحمد بن محمد الصغني البديع الأسترلابي، حامد بن محمد الأصفهاني، أحمد بن حسين بن باسو الخوارزمي، الصوفي الرازي، مريم الأسترلابية، والعديد من العلماء الذين اجتهدوا كثيرا في استخدام الأسترلاب خاصة في الجوانب المتعلقة بالإسلام
كتحديد القبلة ومواقيت الصلاة والأشهر الهجرية. إن هذه الآلات والتطورات التي أدخلها العلماء المسلمون عليها والتي زادوا عليها باختراعات وإثباتات علمية كانت كلها بمثابة مفتاح عصر النهضة الأوروبية ونهضة الأمة الإسلامية ونتيجة طبيعية للعمل وطلب العلم. فكما ذكرنا سابقا إن العلم والتأمل من أهم مقومات العقل البشري. إن الواجب علينا عدم التوقف عن طلب العلم وكذلك مواجهة جمود العقل البشري، فالعلم هو مفتاح الإيمان.